السيد هشام عدوان مدير معبر رفح. سيد هشام اهلا بك، وما حقيقة الأخبار تصلنا بأن المعبر مغلق من الجانب المصري، بأن الجانب المصري قد أغلق المعبر حتى بكتل إسمنتي، ما حقيقة الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو غير صحيح أن المعبر أغلق يعني لهذا اليوم. يعني منذ بداية الصباح توجه الطواقم الهيئة العامة للمعابر والحدود والأجهزة العاملة في المعبر، وبالتالي تم تجهيز حافلات المسافرين حتى المغادرة إلى الجانب المصري. تم فتح البوابة المصرية، بالفعل دخل 3 حافلات حتى من قبل ساعة إلى الآن إلى الجانب المصري، وجاري العمل أي نعم بشكل بطيء، ولكن المعبر لم يغلق حتى هذه اللحظة، ولم يتم إبلاغنا بشكل رسمي أن المعبر مغلق أو أنه سيغلق في الساعات القادمة. طيب هل هناك الآن يعني أيضا أخبار واردة بأن تم استهداف بعض المواقع القريبة من المعبر عبر القصف الإسرائيلي؟ يعني لم يستهدف أي من المنشآت سواء داخل معبر رفح البري أو داخل معبر كرم أبو سالم. يعني أعتقد أن كل الاستهدافات التي جرت من خلال آلة الحرب الإسرائيلية هي في المناطق الشمالية الشرقية من معبر رفح البري، في مناطق يعني للسكان والمواطنين، واستهدافات لأراضي فارغة في هذه المناطق. طيب بعد التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة ودفع السكان للذهاب إلى مناطق شرقية أو منطقة المواصي، هل هناك يعني مؤشرات بأن الاجتياح هذا قد يدفع بالسكان نحو المعبر رفح، وهل أنتم على استعداد لوجستيا وأيضا استعداد ميدانيا للتعاطي مع هكذا مستجد؟ يعني أعتقد أن المنشورات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي يعني هي بالإخلاء طبعا هي تشمل المناطق التي في معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم، وبالتالي هذه المناطق هي من ضمن المناطق التي سيتم إخلاءها إذا تم عملية عسكرية في هذه المناطق، وبالتالي يعني لا أعتقد أن المواطنين سيكون خلال هذه الفترة، لأن العملية العسكرية يعني لن تستثني احدا، هناك اجرام اسرائيلي بشكل كبير في استهداف الحجر والبشر في هذه المناطق، وبالتالي يعني لن يتوجه في اعتقادي يعني لن يتوجه طواقم العمل في هذه المناطق، لانها ستكون مناطق عمليات ومشموله بالنار سواء بالمدفعيه او بالطيران الاسرائيلي، وبالتالي يعني سينزح السكان الى المناطق الغربيه من مدينه رفح. نعود إلى مسألة مهمة جدا، وأيضا المتابع يعني الكل يسمع الحديث عن دخول المساعدات والإغاثات من معبر رفح، ولكن أيضا الكل يسمع بأن هذه غير كافية. من يتحكم في الآلية؟ ما هي طبيعة هذه الآلية؟ من يشرف على دخول هذه المساعدات؟ دوركم أنتم في إدارة المعبر في تيسير وتسهيل هذه الآلية وجعلها تعمل بشكل أكثر ديناميكية. يعني نحن كطواقم هيئة عامة للمعابر والحدود يعني لا يعني نتحكم في دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة. تتوجه هذه الشاحنات إما إلى معبر العوجة للتفتيش والعودة إلى معبر رفح المصري، وبالتالي الدخول إلى الجانب الفلسطيني من البوابة المصرية مباشرة، أو تذهب هذه الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم أيضا للتفتيش والتدقيق، وبالتالي الدخول إلى معبر رفح البري أو إلى معبر كرم أبو سالم. تشرف المؤسسات والهيئات الدولية على دخول هذه المساعدات، وهي التي تستلمها أيضا، وهي التي تشرف على توزيعها داخل قطاع غزة. دور الهيئة العامة للمعابر والحدود والطواقم العاملة هي تأمين هذه العملية من دخول هذه المساعدات، وأيضا المساعدة في الإشراف على دخولها من خلال تسهيل دخول هذه الشاحنات إلى القطاع. كان هناك أخبار بأنكم رفضتم دخول بعض المساعدات وأيضا بعض الشاحنات، هل صحيح هذا؟ نحن لا نرفض دخول أي مساعدات، نحن نطالب بالمزيد من المساعدات لدخولها إلى قطاع غزة، حيث أن هذه المساعدات في شكلها الحالي معدل 150 شاحنة إلى 200 شاحنة تقريبا يوميا هي لا تكفي احتياجات سكان قطاع غزة. في ظل هذه الكارثة الإنسانية التي ضربت سكان قطاع غزة من خلال العدوان الإسرائيلي، وبالتالي نحن نطالب أن يتم زيادة هذه المساعدات، وعلى الأقل أن يدخل يوميا 100,000 شاحنة تقريبا حتى يتم إنقاذ هذا الشعب المنكوب في ظل هذه الأزمة الإنسانية الطاحنة. مع من تنسقون أستاذ هشام؟ مع أطراف إقليمية، مع المنظمة الدولية، مع الجانب المصري؟ لأنه يعني كثر الحديث حول عملية التنسيق وهذه تأخذ كثير من الوقت، ثم حتى دخول الشاحنات يعني عملية التفتيش هذه والمراجعة
يعني أكثر من تقرير يتحدث عن مواد بالأطنان فسدت هي تنتظر الدخول، يعني لخط كبير جدا حول هذا الموضوع. صحيح، يعني نحن ننسق مع الجهات الدولية المشرفة على دخول هذه المساعدات سواء الأونروا والمؤسسات الدولية الأخرى المرتبطة بها. أيضا يتم التنسيق مع الجانب المصري لدخول هذه الشاحنات وإرسال الكشوف المنوي دخولها إلى القطاع، وبالتالي نحن على قدم وساق في الإشراف على دخول هذه المساعدات وتسهيل دخولها. وبالتالي يعني نعتقد أن عملية التفتيش وطول المدة التي تبقى فيها هذه الشاحنات سواء في الجانب المصري وتعنت الجانب الإسرائيلي في دخول هذه الشاحنات وطول فترة التفتيش في معبر كرم أبو سالم أو معبر العوجة بالفعل أدت إلى فساد الكثير من المساعدات، خاصة الوجبات اليومية التي يتم إرسالها إلى القطاع. وبالتالي يعني نحن نناشد العالم أجمع بأن يتم تسهيل دخول هذه المساعدات والشاحنات إلى القطاع بشكل أكبر وبشكل أوسع حتى يتم إغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. طيب أستاذ هشام، لن أطيل عليك، ولكن أيضا سؤال يطرح نفسه كل من يتابع التطورات الآن في قطاع غزة. بالنسبة لدخول الشاحنات أوضحت أنت على الأقل صورة وأوضح الآن، ولكن بالنسبة للمغادرين وخاصة من الجرحى ومرافقهم يكثر الحديث حول هذا الموضوع، تعد قوائم ترسل؟ من هي الجهة التي تؤشر عليها؟ الجانب المصري يقول نحن لا نتحمل مسؤولية من يغادر، نحن فقط نؤمن المغادرة ونستقبل. أطراف دولية تقول أيضا نحن لا نتحمل المسؤولية. الآلية من يغادر وكيف يغادر؟ ونحن أيضا لا نتحمل مسؤولية هذه الكشوف التي تأتي. أخي الكريم، الكشوف التي تأتي إلينا يعني هي تأتي من الجانب المصري بعد التنسيق الكامل مع الجهات الأخرى، خاصة في ملف الجرحى وملف المرضى. نحن نعلم والجميع يعلم أن الأسماء تذهب إلى الجانب الإسرائيلي للموافقة عليها، وبالتالي يتم دخولها إلى أو إرسالها إلى الجانب الفلسطيني عن طريق الجانب المصري. ونحن لا نتدخل في وضع الأسماء سواء المسافرين العاديين والأجانب وأصحاب الإقامات أو أصحاب الجوازات المصرية أو التنسيقات أو حتى الجرحى والمرضى. وبالتالي نحن نشرف فقط إشرافا على دخول هذه الحالات إلى الجانب المصري وترتيب هذه الفئات في الحافلات وإرسالها إلى الجانب المصري. نحن نطالب أن يتم زيادة أعداد الجرحى الذين يتم مغادرتهم للعلاج في الخارج، حيث أغلب جراحات هذه الحالات هي جراح خطيرة وصعبة قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى بتر أعضاء هذه الجراحات، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي أجهز على كل الحالة الصحية في قطاع غزة من خلال تدمير المجمعات الصحية كمجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبي في خان يونس. وبالتالي يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الحالة المتفاقمة، خاصة في ملف الجرحى والمرضى. شكرا سيدي هشام عدوان مدير معبر رفح، كنت معنا في إطلالة على تطورات الأوضاع في المعبر. شكرا سيد هشام.